بالنسبة للتساؤل من النائب العام الخاص بالإطعام المدرسي، نشير في هذا الصدد أنه يتم تخصيص إعانات مالية من صندوق تضامن مبادرة الجمعية المحلية سنويا، حيث تم تخصيص مبلغ 576 مليون و 147 ألف دينار جزائري لهذه السنة، وهذا المبلغ يتم رصده من قبل وزارة الداخلية والجمعية المحلية حسب عدد التلاميذ وسعر الوجبة، معناه أن هذا المبلغ يغطي كل التلاميذ بولاية عين تيمشنت، أن سعر الوجبة اللي هو 65 دينار مضروب في عدد التلاميذ في كل مدرسة ضرب عدد الأيام اللي هي 150 يوم، نحصل إذا النتيجة هي تغطية كاملة لكل النفقات الخاصة بباب الإطعام. يتم رصد سنويا في إطار ميزانية الولاية مخصصات مالية لتدعيم الوجبة الغذائية، حيث تم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار جزائري في إطار ميزانية الولاية، وهذا نظرا كما لاحظتم نقص الإيرادات الخاصة بالميزانية الولاية لهذه السنة والتكفل بالمستحقات أو الضرورية والإجبارية، النفقات الإجبارية والضرورية، ورغم هذا ما حبيناش نقصوا الإعانة اللي كنا سنويا نخصصها لفائدة المطاعم المدرسية من أجل تحسين الوجبة. أما فيما يخص تقسيم هذه الإعانة سنويا، يتم استدعاء ممثل عن مديرية التربية مفتش المطاعم ومدير الإدارة المحلية وعضو من المجلس الشعبي الولائي، يتم الإشراف على توزيعها حسب البلديات اللي ما تتوقفش أو النائية، إذا تكون في إطار لجنة ومحضر اجتماع. هذا بالنسبة للإطعام المدرسي. بالنسبة